بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعجبني تعليق أحد الإخوة، يقول هناك في السعودية جمعية تسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطارد الملحدين. يقول فأعجبني كلام فتاة سعودية قالت تعقيبا على مطاردة الملحدين من قبل الوهابية: السبب يطارد النتيجة، السبب يطارد النتيجة. لماذا ألحد هؤلاء الناس؟ أعطيتموهم إسلاما مشوها، أجبرتموهم على ذلك الإسلام المشوه، حاربتم لهم العقليات، أوهمتموهم خلاف ما يدرسونه في المدارس في بلادكم. يدرس الأرض كرة، الأرض تدور، يسمع من الشيخ أن الأرض ليست كرة وليست تدور، فماذا تنتظر من هذا؟ أنت الآن تعلم الإلحاد، أنت تعلم الإلحاد بهذه الطريقة الغبية، هذه الثنائية العجيبة. الحقيقة كانت موجودة في بلادنا لكن ليست بهذه الحدة في بلادنا. نعم، المناهج في كل بلاد المسلمين مع الأسف كثير من هذه المناهج صيغت بطريقة أقرب إلى يعني مساعدة الملحد. حتى تقسيم العلوم إلى أدبي وعلمي لها أثر في هذا الأمر، لأنه توهمه أن القضايا الدينية وأن وجود الله سبحانه وتعالى ليس من القضايا العلمية. لكن هناك بشكل أشد، يدرس شيء ويسمع شيء، إذا سافر إلى بلد آخر يرى شيئا آخر، ثم يجد السلطات تكرهه على غير ما درس. دين يخالف الواقع، دين يخالف العقل، دين يخالف ما درسه هو في مدرسته، فماذا تنتظر؟ فالسبب يطارد النتيجة، وهذه جدلية غريبة. أنتم السبب تحاربون النتيجة، والكلام قد قلته مرارا في قضية داعش. أنا في يحاربون داعش وهم يزرعون أشجارها. أشجارها ما هي؟ كتب ابن عبد الوهاب، نواقض الإسلام، كشف الشبهات، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تزرع باستمرار وتغذى. فيحين لأولئك الشباب أن يطبقوا ما تعلموه، سيطبقه على أصوله. قال لا، اقطعوا هذه الثمار واستمروا في زرع الأشجار، اقطعوا هذه الثمار واستمروا في زرع الأشجار، ما النتيجة؟ ولو أن بانيا خلفه هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. أنتم تحاربون المعقولات، تحاربون الاتساق مع الفطرة، الاتساق مع الدين، الاتساق مع الحقل الإنساني الذي فطر الله الإنسان عليه. فدعوتنا لأولئك الإخوة الذين كانوا مسلمين على الطريق الوهابية فألحدوا، أن يراجعوا النظر في حساباتهم، لأن ما كانوا عليه ليس هو الإسلام الصحيح. كانوا على إسلام مزيف، إسلام يخالف الواقع، ليس هو الإسلام الذي أنزله الله تعالى. في إسلام صحيح وفي إسلام فاسد، نعم يوجد إسلام صحيح وإسلام فاسد. الإسلام الصحيح ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ارتضته الكافة وفهمته معظم علماء الإسلام. الإسلام مزيف، هذا مغشوش، مغشوش. فهذا نوع من العبث. الحل أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعلموا الناس التعليم الصحيح، بعدين يعني هيئة الأمر المعروف أنها منكر. بعضهم فضلاء وبعضهم يكلمني، بعضهم يعني ممن كان نشيطا في هذا الباب عاد بفضل الله، عاد عودا حميدا إلى أهل السنة والجماعة. وأنا كنت أستغرب هذا جدا. الهيئة كانوا غالبا من الجفاة، حينما كنا في الحجاز أكثر الناس جفاء هم الهيئة. لماذا؟ لأن كثيرا منهم ليس متعلما، الصغار منهم أغلب غير متعلم، وكثير منهم تعلم الدين في السجن وجاء يطلب وظيفة، فالوظيفة جاهزة، خذ الآن أمر معروف ونهى عن المنكر بهذه الطريقة. ليس الأمور كذلك. فحينما صار داعش عندنا جاءوا طبقوا هذا الأمر،
طبقوه بما يسمى الحسبة. المرأة المحتشبة المحتشمة المحتجبة مدى حياتها، هي مضى عليها 50 سنة محتشبة، المرأة عجوز محتشبة محتشمة محتجبة. حينما كانت تحارب قبل في السبعينات والثمانينات كانت تحارب من قبل الشيوعيين والماركسيين والملاحدة، كانت تحارب على حجابها، إلى أن يأتي لها الوهابي الذي كان أبوه ربما كان يضربها بالحجارة، أعلم حالات مشابهة يضربها بالحجارة، يقول هذه جاءت السعلات، سعلات أنثى الجن. حصل في بلادنا هذا سفهاء، فرأوا أولاد الدواعش الذين صاروا دواعش يأتون عليها ويقول لا تحتاجي إلى الدرع ومش عارف إيه وحاجات، الحجاب خلاص في الجلباب موجود، محتشم ولا يصف ولا يشف ولا يكشف، تأخذ النساء الحسبة. يعني أكابر مجرميها ما فعلوا في بلادنا، أكابر مجرميها ما فعلوا هذا، فحصل حرج كبير جدا. فلا غرابة أن نرى بعد ذلك نساء مسلمات في القرى وفي الأرياف التي لا تعلم الدين تلقي الحجاب هكذا. كانت تضع الحجاب في الزمن الماضي حجاب بسيط، حجاب القرى والفلاحين، ألزمت بالخمار وبالجلباب وبطريقة مزعجة، ليس بطريقة أدب وتعليم هكذا. فرأيناهن حينما خرجت داعش تلقي الخمار وتلقي الحجاب كله، ليس خمار، خرجت كاشفة الرأس. فأنتم السبب يا أخي، فلا تحاربون ما زرعتم. إنك لا تجني من الشوك العنب، إنك لا تجني من الشوك العنب، تزرع شوكا وتريد أن تأكل عنبا، لا، هذا محال، محال عرفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.